بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله حنديرو إن بات فيتي بطريقة سهلة هايلة ناجحة أيضا سريعة أحبتي. نعملو بها لي شوسون لي مانشون، هاد لي كوكا اللي راكم تشوفو فيهم وبزاف حوايج واحد أخرين. اليوم نديرو لبات فيتي وإن شاء الله بعد غدا ولا غدا نديرو الكوكا هادو. نتوكلو على الله أحبتي وبسم الله. هنا احبتي عندنا الزبده او مارغرين تاع التوريق، نقطعها مكعبات صغيره كما راكم تشوفوا. من الاحسن تستعملوا، باسكو اذا استعملتوا الزبده تستعملوا زبده غاسترونوميك، نوريها لكم في اخر فيديو ان شاء الله. هنا درت 500 غرام تاع لافارين مع نص ملعقه تاع ملح مع القطع تاعي تاع الزبده. احبتي القطع تاعي تاع الزبده قطعتها مكعبات صغيرة ودوك نبدا نمزجهم مع بعض. مانيش راح نذوب الزبدة في الفرينة، ولكن انا راح نلمد لافارين مع الزبدة. احبتي كما قلت لكم في الديبي تاع الفيديو، قلت لكم لو بور باه يصلح لكم ولا مارغرين توريق باه يصلح لكم، لازم احباتي ما تستعملوش لو بور توندر، ما تستعملوش الزبده اللينه. في الاخر تاع الفيديو نوريكم اللي غادي نستعملو ينجح لي دائما باذن الله. هنا احباتي ما نعجنش، نضيف الماء بالعقل بدون عجن، نحوس نجمع الفرينه مع الزبده بلا ما تذوب الزبده. احباتي هنا نستعمل من 250 ملي حتى 285 ملي ابيبري على حسب الفرينه من موديل موديل. كما راكم تشوفوا احبتي مانيش نعجن، عاملي مورسو تاع لو بور راهم قدامكم يبانو. هاني نلمد باك في العجين، سي نكون شويه حنينه مع العجين باه ما يتعجنليش. فوالا احبتي هنايا راني تحصلت على واش راني نحوس، العجينه راهي تلمدت كما راكم تشوفوا احبتي. فوالا هاي ليك لي مورسو دو بور هم ليك هما دوكا نيتواي يدي ونولي ليكم احبتي. هنا هاي ليك العجينه تاعي احبتي، نغطيها ونخليها ترتاح 20 دقيقه او نعمل بها ديريكت كيما تحبوا احبتي. انا خليتها تحت 20 دقيقه في الثلاجه والان راني نعمل فيها، نخدم فيها بلوتو، نكسل العجينه تاعي احبتي كيما راكم تشوفوا. وهنا عندي طريقتين كيفاه نخدمها، سواء ندير هذه الطريقه اللي هي ان تور بورتفوي فوالا هذه ونعاود ونكسر العجين ونعاودها 4 مرات، او نديرو ان تور سامبل هكذا. هذا لو تور سامبل لازم نديروه 6 مرات، وانا هذا هو اللي راح نديرو احبتي. دوكا انا طبقت العجينه تاعي ونكسلها، وهذا هو التور الاول، ونزيد نطبقها ونكسلها ونطبقها ونكسلها 6 مرات احبتي. تبقاو هكذا احبتي حتى وشنو كي تلحقوا التخوازيام تور تحطوها في الثلاجة وتخلوها ترتاح 20 دقيقة، وتزيدوا تعاودوا تولوا تكملوا لها لي تخوا زوتر تور، 3 لي تور الاخرين اللي قعدوا لها. وهذه هي لاباط فيتي تاعكم، تكون جاهزة بإذن الله تخدموا بها واش حبيتو. إن شاء الله في الفيديو الجاي ندير لكم لي كوكا اللي عملتهم بهذا العجينة. وهذا هو بالنسبة للزبدة، ما تستعملوش هذه الزبدة اللي مكتوب فيها بور توندغ، زبدة لينة ما تستعملوهاش. أنا نستعمل هذه غاسترونوميك وهذه ناجحة أحبتي 200% بإذن الله، باسكو هي يابسة. هاي لك العجينه تاعنا احباتي، ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. هذو لي كوكا اللي عملناها بها، ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.